طيب طلعوا هذا نفس السيستم حطينا فيه ترانسفير فانكشنز المختلفة. حطيت هون انا ترانسفير فانكشن تبعت تانك، هاي ترانسفير فانكشن تبعت الاكتويتر، هاي ترانسفير فانكشن تبعت. لاحظوا ستيدي ستيت جين تبع السنسر 1، ستيدي ستيت جين تبع الترانسفير فانكشن هون 10 تبعت الاكتويتر. هلا ممكن هلا احنا فعليا راح نحط كنترولر هون كي، وكي هلا راح احطها 1، راح الغي هلا ترانسبورت ديلي. اول شيء بنحاول نصمم السيستم هو لينير، راح اشيل الترانسبورت ديلي، فالترانسبورت ديلي راح احطه 0، يعني كانه فيش ترانسبورت ديلي. وهذا هو عباره عن الاكتويتر، هيدروليك اكتويتر. وهذا التاج. هذا الفلوت سنسر. احنا راح نحط ستيدي ستيت، انا حطيت هون السيت بوينت 1 متر مثلا بالحاله هاي. راح نعمل رن للسيستم هلا. نعمل رن. اوكي، هاي هون يا تسنيم. قديش انا كنت بدي ارتفاع التانك يكون؟ قديش انا حطيته؟ 1. هل هو 1؟ والسبب؟ انه تايب 0 سيستم، هذا تايب 0 سيستم، فلما بدخل له ستيب فانكشن، طبعا انا كان بامكاني اشغله في الاوبن لوب، ليش ما تركته في الاوبن لوب؟ ما هو كان ممتاز بالاوبن لوب. لا لا لا، انتبهوا لازم تعرفوا الجواب لهذا السؤال، ليش انا غلبت حالي وسكرت اللوب؟ ما كان عندي هي ها هي انسى هذا. نعم، بقدرش اتغلب على الديستربنس، والرايز تايم راح يكون ضعيف تبع السيستم. اوكي ماشي واضح؟ يعني انا ممكن هلا هون مثلا اجي اطفي هذا، اشيله واشغل السيستم واشوف، راح يكون ستيدي ستيت ايرور زيرو. اذا انا ممكن هلا شو اعمل؟ ازيد الجين، شوفوا ايش راح اعمل، راح اركب كنترولر. هي راح افترض انه هذا الاكتويتر العشرة منه فيه مش كنترولر، انا راح احط الان كنترولر، والكنترولر هي راح احط فيها جين. راح اروح نجيب جين من هون، هاي الجين، هذا الجين عبارة عن بروبورشنال كنترولر. رح ناخذ هاي البروبورشنال كنترولر ونحطها هون، حتى رح نسميها هاي هون، إذا بدك تسميها كنترولر هي بي كنترولر، هاي رح نسميها بي كنترولر، بي يعني بروبورشنال. أوكي تمام؟ وهلا رح نبدأ نزيد الجين شوي شوي. انا ايش بدي احاول اتخلص؟ اتخلص من ستيدي ستيت ايرور. انا هلا راضي عن الرايز تايم، الرايز تايم ما في مشكله. اوكي؟ عندي مشكله طبعا انا بالاوفر شوت، هاي مشكله ثانيه. بس مفترض انه انا مش سائل كثير، مش سائل الاوفر شوت، بدي انزل الرايز تايم، بدي انزل عفوا ستيدي ستيت ايرور. فعليا ستيدي ستيت ايرور ما راح يروح الا زيرو هون بالحاله هاي، الا لما كي تصير قديش؟ انفينيتي. فنزيد هاي مثلا ل 1.1 الجين. حطينا بروبورشنال جين 1.1. نعمل رقم. ايش عم بيصير بالسيستم هلا؟ ما بعرف اذا خف كثير هذا من هون. نعمل هاي زوم عليها، ايش رايك نعمل زوم عليها؟ خفف الزمن، اوكي. نعمل هذه 20 ثانية. نعمل نار. اوكي. هي عندي الاوفر شوت تقريبا 35%، وستيدي ستيت ايرور مش مبين 100%، بس تقريبا هون هي هون مبين عندي هون بهاي النقطة. خلينا نزيد الجين كمان، نعمله 2 مثلا، أو نعمله 1.5. هل خف ستيدي ستيت ايرور؟ مش مبين لأنه لازم أزيد الوقت شوي. خلينا نزيد الوقت شوي ل 50. ونعمل هون رن. اوكي، هي هلا قديش قيمة ستيدي ستيت ايرور؟ نعمل زوم هون على الواي اكسس. تقريبا قيمتها 2%، أكثر شوي من 2% ستيدي ستيت ايرور. نزلها كمان، نرفع هذه ل 2. وراح أرفع الكنترولر ل 2. نعمل رن.
وضع سيء صار هذا الاوفر شوت قديش تقريبا هلا 70% ستيدي ستيت ايرور مش مبين عندي خلينا نزيد الزمن ل 100 اه بقلب في السيستم وانا بحرك في الجهاز اشوف شو بصير في كل بارامتر تعملي يعني ان ريل تايم تغيري وتشوفي شو بصير بدك مشكله ستيدي ستيت ايرور باي ديفينيشن هو شيء بدك تستنيه لا يهدى فبعرفش اذا في هلا في حسابات طبعا كان كنت بتعرف تعمل الحسابات تبعته طلعت فاينل فاليو ثيرم اوكي متذكرين فاينل فاليو ثيرم بتطلعوا ايش الايرور ستيدي ستيت از فانكشن اوف تايم وبعدين بتحطوا او از فانكشن اوف اس وبعدين تستعمل فاينل فاليو ثيرم بيطلع لكم ستيدي ستيت ايرور ممكن تعمل هيك بالحسابات اللي بتطلع نعم صح زي ما حكيت بتقدر تحرك تشوف قدامك تحط البي اي طريقه بي اي بي تحطها بس بي بعدين في جيو تقدر تغير في الجيم اوكي هاي فانكشن موجوده في السيميليكس اوكي ماشي ماشي انا ما بعرف انا ما بعرف هلا نزيد كمان نعم مين عنده سؤال كان؟ اه بس هو لما نزيد كمان السيتلينج تايم بزيد صح؟ اه طبعا عم بزيد هلا ليش بزيد السيتلينج تايم؟ لانه زيتا اوميجا ان الفعليه عم تتغير الدوميننت بولز عم بتغيروا شو عم بصير فيهم؟ اه عم بيقتربوا البولز من الجي اوميجا اكسس الدوميننت بولز فشو بصغر عماله؟ الزيتا اوميجا ان بس الزيتا اوميجا ان هي واحد على السيتلينج تايم متذكرين هذا؟ وين بيجي السيتلينج تايم؟ السيتلينج تايم شو بيساوي؟ تاو لسكند اوردر سيستم بيساوي واحد على زيتا اوميجا ان هل الوحدات هون صحيحه؟ ايش وحده زيتا؟ دايمنشنز ايش وحده اوميجا ان؟ راديان بير سكند واحد على سكند بيطلع فوق بصير سكند بيساوي هذا شو كنتوا تعرفوا انتوا السيتلينج تايم؟ 4 تاو هذا تاو انا بسميه هيك تاو لسكند اوردر سيستم اه هلا انت لما عمالك بتزيد اذا بفكر فيها بالروت لوكس اذا بدك هدول عم بتحركوا هيك بروحوا هدول عم بتحركوا هين وبيجوا هيك فانت لما بتزيد كي ايش عم بيصير بهدول؟ شو بيصير بزيتا اوميجا ان؟ مين زيتا اوميجا ان؟ تبع هدول ولا تبع هدول؟ ليش اخذت هدول الاثنين زيتا اوميجا ان؟ لانهم الدوميننت هو فورث اوردر سيستم مضبوط بس انا بركز على السكند اوردر لانهم صار دوميننت بول كل ما بزيد كي شو بيصير بهدول بيقتربوا شو بيصير بهاي المسافه ما هاي زيتا اوميجا ان للبول مضبوط تصغر لما تصغر واحد عليها شو بيصير شو بيصير بالسيتلينج تايم بزيد فعمالي بضطر ازيد الاكس حتى اشوف السيتلينج تايم قديش قيمته هلا على 3 عملنا ران احنا على 3 نعمل هون 4 ايش صار؟ واضح انه انستيبل، وين الانستيبل؟ هذا اذا بترسم الانفلوب من هون هذا هو عباره عن اي سيجما تي وير سيجما از فاحنا الان تحركنا هذول الاثنين اللي تحركوا عبروا الخط هذا فصار الريل بارت اوف ذا دوميننت بولز حتى لو مش دوميننت خلص ريل بارت اوف اني بولز اوف ذا سيستم صار في الرايت هاند سايد ولما صار في الرايت هاند سايد ايش هذا السيستم راح يتدمر راح يتحطم هاي البامب راح تروح اذا كانها بتعمل بوزيتيف ونيجاتيف هون طبعا هي ما بتعمل بوزيتيف ونيجاتيف البامب ما بتعمل تشفط بعدين بس لو فرضنا انه السيستم عماله بزيد وبرد بنقص بزيد وعماله برد بنقص واحنا هون البامب لما حطيناها مفترضين انها بتعمل هيك اوكي هي البامب ما بتعمل هيك البامب ما بتشفط هذا السيستم صار انستيبل طبعا هو في الحقيقه مش راح يروح وينفجر راح يوصل الساتوريشن تبعته انه هو ريل سيستم بس يمكن لو انها نيوكليير بلانت مثلا رح تضلها تزيد مضبوط رح تضلها تزيد او شافت عندي الشافت رح ينكسر بالاخر رح يصير في اذا هذا السيستم صار انستيبل وبامكانك تضلك تفتش بين الثلاثه والاربعه في قيمه خلت هذا السيستم انستيبل احنا كنا بعاد عنها كنا على واحد مضبوط فعندي كان مارجن ايش هاي المارجن؟ هاي الجين مارجن بس بالدي بي طبعا الجين مارجن بنقيسها بالدي بي الكل فاهم هذا؟ انا ما بدي اكون على الحفه بالضبط اني ما راح ارجع هلا هون ارجع لحد ما اكون على الحفه بالضبط وقال هذا السيستم ممتاز نفترض جيت انا قلت هلا بعرفش بالتصميم جيت قلت هذا السيستم انا راح ارجعه اه والله صار انستيبل على 4 راح احط 3.5 بحطهم 3.5 بقول بركي 3.5 يمشي امور السيستم بفحصه من هون لا مش انستيبل بدي ارجع شوي لورا بدي ارجع مثلا ل 3.2 وبعدين بعمل اوكي وبجرب من هون بشوف
لسه unstable. احنا كنا قديش؟ كنا ثلاثة مش هيك؟ حط مثلا 3.1 نشوف اذا بزبط على 3.1. لسه unstable نرجع على الثلاثة، اذا الثلاثة كانت كأنها تقريبا الحفة. طبعا ممكن نحسبه احنا بطرق اناليتيكال عم بعمل ترايل اند ايرور، بس انت ممكن تحسبه اخذته كلها، اخذتوها كلها هاي بالكونتر. مش عاملين رن على ثلاثة، اوكي جيد، انا استغربت لقيت ثلاثة عادي على فكرة. 2.5 كويس، ماشي كويس انك انتبهت، انا فكرت حالي عامل رن على ثلاثة، نرجع كمان، نرجع ل 2.2 مثلا. على اثنين مش كان ستيبل على اثنين؟ اوكي، هلا هون هي رجع، هلا بصير اترك السيستم هيك؟ هذا اداؤه سيء، وبعدين في مشكلة ثانية كمان. الكل فاهم شو السؤال اللي بسأله؟ خليني ازيد الزمن ونشوف بس عشان نفهم بالضبط شو السؤال اللي بسألكم اياه. هي هون راح نحط 200 سكند نعمل رن راح اعمل اوتو سكيل. هلا باجي بسألكم هذا السؤال، دخلت له انا ستيب فانكشن ات تايم واحد مش زيرو 1 سكند، اوكي؟ عمل اوفر شوت مقداره 82%. وستيدي ستيت ايرور يمكن قليل هلا هون نسبيا، يمكن يوصل 1.5%، ممكن نقيسه ونعمل زوم. بصير احط السيستم احطه زي هيك واروح اترك اروح واصمم هذا السيستم ليش؟ غير انه مشكله انه الاوفر شوت عالي مش مقبول والسيتلينج تايم طويل، تمام؟ اوكي؟ بس في مشكله ثانيه بهذا السيستم، قديش بعيد عن الستابيليتي؟ ريلاتيف ستابيليتي. ما بصير هلا هون بنبدا نحكي عن روبست كنترول سيستمز، هاي هي فكره الروبست كنترول سيستم. ما بصير انا اذا بدي اعمل سيستم ممكن تتغير البارامترز، ممكن في بارامترز انا افترضتها في السيستم غلط عندي، يعني انا مفترض مثلا انه الاكتويتر 10 على كذا، بركي الاكتويتر طلع فعليا في الحياه الواقعيه 10.5 على، شو ممكن السيستم تبعي يصير؟ فما بصير انا اروح اصمم كمهندس بشكل عام، ما بصير اجي اصمم على المارجن، لازم اترك حاجه، اذا لازم احط بيني وبين الهاد جين مارجن. خلينا نحسب الجين مارجن اللي احنا كنا عاملين عليها لما بدينا. لما بدينا حطينا هذا على واحد، هلا هذا قديش القيمه هون طلعوا لي؟ هاي 2.2، حد يكتب عنده 2.2. هلا ارجع هذه لواحد واشوف اداء السيستم وبدي احسب الجين مارجن اللي عندي. انا قلت انه تقريبا عند 2.2 السيستم بصير انستيبل، 2.2 2.3. طيب احنا ليش مش لما نحط السنسور مثلا نغير مكان؟ لا انت انتبه، انا ما دخلت لسه في هذا، ما دخلت لسه، انا بحكي عن سيستم لينير. جيد، الترانسبورت ديلي قديش ترانسبورت ديلي اللي انا حاطه هون؟ كويس انك سالت هذا السؤال، يمكن في ناس ثانيين كمان عم بفكر زي هيك، قديش انا حاطه؟ زيرو. هل في ترانسبورت ديلي هلا؟ لا لسه انا مش داخل في ترانسبورت ديلي، انا بدي افرجيك تصميم السيستم اصلا بدون ترانسبورت ديلي، فاهم؟ اوكي؟ انا كان لازم اشيله على فكره هذا. مظبوط؟ مش كان لازم اشيله؟ أنا هيك لخبطتك بوجوده. هاي اعمل رن ما بتغير الأداء. هاي على واحد. ونروح هون على 2.2، وأنا رح أصمم السيستم رح أخليه على واحد. هلا يا إما الكنترولر تبعتي هي واحد، يا إما الكنترولر تبعتي هي 10، والأكتويتر هذا فعلياً كان في الحياة الواقعية واحد على S بلس 1، وأنا هيك بتوقع إنه هو كان واحد على S بلس 1. بس على أي حال مش مشكلة. إذا أنا رح أحط بين الستابيليتي اللي هي 2.2، هلا هون هذا لما عملناه هي لسه ستيبل مش هيك ولا ما عملنا رن؟ نعمل رن على 2.2. هذا السيستم على حفه الستابيليتي مش بعيد كثير يعني 2.3، اوكي؟ هلا بنسال السؤال، لو انت اجي سالوك قالوا لك انت كمصمم ايش الجين مارجن اللي حطيته؟ قديش الجين مارجن هون؟ الكل فاهم شو السؤال؟ قديش انت بعيد عن الستابيليتي؟ قديش انت صممت السيستم تبعك بحيث انه يكون معاه هامش؟ قديش الجين مارجن؟ لا انتبه بدك تحطه في ضرب دي بي. فدي 2.2 على واحد، خذ هلا اللوج تبع 2.2 واضرب في 20. تقريبا 7. إذا في هاي الحالة احنا في هذا السيستم الجين مارجن تبعتنا هلا رح نشوفها لما نطلع على البودي بلوت، رح نشوف وين جاي.
اذا انا كمصمم ما بصير لازم اكون حاطط عندي مارجن، المارجن عندي في الحاله هاي تقريبا 7 دي بي. اذا ضربت الجين في 2.2 او زدت للجين 7 دي بي، 7 دي بي يعني رفعت الجين الجين بلوت في البودي بلوت، رفعته بمقدار 7 دي بي لفوق، السيستم راح يكون يقترب من حافه استابيليتي. انا لقيت وين استابيليتي، حافه استابيليتي، ورجعت عنها 7 دي بي. اوكي ماشي، الكل فاهم هذا؟ الفيز مارجن ما راح يبين.